استخدام تقويم جوجل للتنبيه وإنشاء أحداث وتنبيه الآخرين عليها. وللدخول على تقويم جوجل بعد الدخول على الصفحة الرئيسية لمحرك البحث جوجل، تقويم يقوم بعرض الوقت والتاريخ المحدد حاليا، يقوم بعرض هذه الكاليندر أو هذا التقويم الإلكتروني، ثم يمكن إنشاء حدث في يوم أو في نفس اليوم الذي أتواجد به الآن، ويمكن التنبيه لهذا الحدث لي شخصيا أو تنبيه أفراد آخرين عن طريق إضافة الحساب البريد الإلكتروني الخاص بهم. يمكن ذلك باختيار اليوم وإنشاء حدث أو التعديل في الحدث. إنشاء حدث ثم تحديد عنوان لهذا الحدث وليكن التطبيق العملي أو الاختبار، وتحديد الساعة الساعة 7 صباحا للساعة 8 صباحا، والتكرار في اليوم كله أو تكرار أسبوعيا أو كل فترة زمنية محددة أو عدم التكرار أصلا، ثم إضافة المكان الذي سيتم فيه الاختبار، وتحديد وصف وليكن بعض البيانات الإضافية، وإرسال بريد إلكتروني لمن يتم إضافتهم على هذا الاختبار. تم إضافة هذا البريد وإضافة هذا البريد أيضا. كما يمكن تحديد صلاحيات من أضفتهم إلى هذا الاختبار، أنه يستطيع أن يعدل في الحدث أو يكون أن يدعو الآخرين أو لا يدعوهم، أو بعرض قائمة المدعوين بحيث يطلع على من سيحضر في هذا الحدث. كما يمكن تغيير لون الحدث إلى اللون الأحمر، ويمكن إرسال رسائل بريدية لهذا الشخص الذي تم إضافته قبل الحدث بفترة معينة، وليكن بريد إلكتروني، واختار 50 دقيقة، أو من الممكن اختيار مدة زمنية أخرى، إضافة أشعار آخر، بريد إلكتروني، واختيار قبلها بيوم أو بأسبوع إلى غير ذلك، ثم تحديد الفترة، أو بتحديد نافذة منبثقة لو هو جالس على جهاز الكمبيوتر سيتم إظهار نافذة منبثقة له. هذه هي حالتي. يمكن تغيير إعدادات الحدث أو نشر الحدث هذا أو حفظه كما نرى الآن، كما يمكن حذفه أو تجاهل بعض التغييرات، الحفظ وإرسال هذه الرسائل للمدعوين. بالفعل تم تغيير لون الحدث أو لون التقويم باللون الأحمر، وتم إرسال رسائل للمدعوين.